FM. الكلمة ليك. فتنا في فاس فاس أمنا منيف رئيسة جمعية كلنا تونس. فاس فاس. مدام أمنا مرحبا بك شنحوي لك. عايش. لاباس. الحمد لله. أنت زميلة إعلامية من 86 لعام 90 عملت دونك الإعلام كي بي جيست بون ماكش متخرجة من الليكسي. قريت بالاختصاص راديو راديولوجي. دونك طبيبة. تعرف تشرح مليح معناتها الوضعيه الحاليه وتشخصها تعمل ديكنوستيك بي شيف سيرفيس في مجلس اداره معناتها مستشفى الرابطه الاشعه التشخيص الطبي في الرابطه وكنت في الاداره في المجلس الاداره لكن انا خرجت من المستشفى منذ سنتين تو نشطه برشا في النقابه نتاع الاطباء دونك كنت في الجامعين المكتب نتاع نقابه الاطباء الجامعي استقلت خرجت للبريفي خرجت نهائيا علاش على خاطر نعرفوا اللي وراها قصه اي وراها برشا قصه وراها قصه اولا معناها في المطلق الوضعيه في المستشفى ولات صعيبه ياسر ومعناها ولا صراع نتاع ضمير لانك تلقى روحك امام المرضى ما عندكش جواب ليهم للاوضاع المترديه فكأنك وليت كومبليس معناها نتاع كذبة على الناس دونك استقالك انت موقف معناتها استقلت نفاق تونس في 2011 هذا موقف كيف اي موقف من العمل الحزبي علاش العمل الحزبي وانت فونداتريس معناتها نتاع الحزب احنا ساعة فرحنا مرا على رأس حزب فأنا كنت ناطقة رسمية ناطقة رسمية فما شوف انتم معناها تراقبوا في الحياه السياسيه عن قرب منذ 3 سنوات اولا معناها على مستوى التنظيم الداخلي للاحزاب والسرعه اللي تطورت بها الاحزاب معناها نشوفوا اللي ماهيش سرعه الديمقراطيه في مستوى الشان العام يظهر لي مشيت اكثر من اللي صاير داخل الاحزاب الديمقراطيه اللي تقول معناها ديمقراطيه وتقدميه اللي معناها على مستوى تركيبتها وتنظيمها ما زالت متخلفه شويه ومتاخره شويه على المسار الديمقراطي الحقيقي هذا سبب الاستقاله الحقيقي معناتها ولا الدفيت نتاع افاق خليت تخرج لا با دي تو وقتها نجم نعتبره لافاق ما عرفش هزيمه لانه حزب صغير وتحصل على 4 مقاعد معناها يعتبر نجاح في المسيره نتاعو الاوليه ومش معروف لكن فما الجانب الثاني اللي هو اختلافات في التوجهات الجذرية معناها أنا نعتبر روحي أقرب من العائلة الديمقراطية الاجتماعية عندي معناها انتماء يساري أكثر من أنه يكون ليبرالي. يميني وليبرالي دونك فما تباعد في وجهات النظر معناها الصبغة الليبرالية نتاع الحزب هذايا خلتك تخرج من الحزب معناتها مش ماشي معاه في الخلفية نتاعو والمرجعية نتاعو معناها هو ماناش باش نعيبوا عليه أنه هو هكا هو من الإيجابي أنه يتحمل هالطابع هذايا ويقول اللي هو حزب يميني ليبرالي وانا كذلك معناتها نتحمل مسؤوليه كل مواقفي وكل مرجعياتي اليوم افاق تونس عندها كتله متاحه في البرلمان كما قال ياسين ابراهيم في تصريح ليه شنو رايك معناتها في تموقع افاق تونس اليوم في البرلمان التونسي معناتها مهم برشا معناتها التموقع متاحها اليوم في البرلمان شوف انا يظل اليوم ما يلزمناش نفكروا كان تموقع احزاب او كتل احزاب يلزمنا نفكروا زادة في التوجه العام تاع الحياه السياسيه في البلاد وفي التمثيليه السياسيه والقوى موازين القوى داخل البرلمان ولو انه نداء تونس معناها يعتبر روحه اللي هو حزب وسطي وماهوش يميني وماهوش ليبرالي ولكن في المجمل التموقع اساسا في البرلمان باش يكون تموقع ليبرالي قوه القرار والاغلبيه على المستوى الاقتصادي والاجتماعي باش تكون بالاساس يمينيه ليبراليه وهذا بقطع النظر على المرجعيات الايديولوجيه الاخرى معناها اسلام سياسي او انتماء معناتها ماشي يمين ماشي يمين في حين أنه البلاد في حالة أزمة اجتماعية واقتصادية حادة تقتضي أنه يكون فما لون اجتماعي أكثر لكن اندثرت القوى الاجتماعية الديمقراطية اليوم في تونس هذا مؤشر زادة خطير لمستقبل السياسي في تونس لأنه كما قلت اندثرت القوى الاجتماعية فما كتلة الجبهة الشعبية اللي هي عندها توجه يساري ولكن الجبهة الشعبية كذلك هي ما زالت ما هيش معناها
مكون متماسك، هي مجموعة من الأحزاب معرضة شوية الحكاية في الجبهة الشعبية، تنجم تعيش أزمات اللي تخليها ما تتطورش إلى كتلة نهائية، أو على الأقل إلى إلى مجموعة سياسية، لون سياسي موحد، عنده إيدنتيتي، عنده هيكلة توحده. مازالوا مجموعة من الأحزاب تحت رايت أو تحت لواء جبهة انتخابية قبل كل شيء. دونك اليوم فما اختلال كبير في التوازن على المستوى الحقيقي نتاع تركيبة الحياة السياسية. انت parmi les fondateurs معناتها نتاع افيق ام نمنيف، واليوم افيق وصلت مرحلة متقدمة بها معناتها في تونس في الحراك السياسي، هل فما معناتها امكانية انك ترجع لافيق تونس، ولا سيخذي قرارك بيت معناتها نهائي ما عادش لا رجعت فيه؟ إيش نقول لك؟ أنا يظهر لي يلزمنا معناها نقراو المسيرة متاع الأشخاص ومتاع المجموعات، مش كان من ناحية التموقع، معناها إذا كان تابع المسيرة متاعي منذ 3 سنوات، ما هيش مسيرة إنسان يموقع في روحه في حاجة. معناها أنا فما تصور كامل فكري هو لقى كذلك ممارسة عبر العمل في المجتمع المدني، ما هوش قضية هو أفيق ولا تقوية ولا غيره ولا قوية. أنت ماكش من خارطة عادية ولا قيادية عادية، أنت قلت لك برمي لفونداتور متاع الحزب هذا، معناتها قام على الفكر متاعكم أنتم الكل مع بعضكم شاركتوا في تأسيس الحزب هذا. أنا كنت نقولك اللي التوجه الفكري متاعي ما نجمش يكون توجه يرجعني لأفيق تونس. أنا لا أبحث على موقع في الحياة السياسية في الشأن العام، معناها مش لو باش نولي وزيرة ولا باش نولي نائبة شعب ولا باش نولي ورشة، هذا مشروع معناتها اللي عند اللي موجودين في أفيق، معناتها الكومبوز من أجل هذا. اي هو طبيعي انه الاحزاب السياسيه الكومبوز من اجل السلطه، ودايغ انا يظهر لي اللي فما خطا انهم الناس معناها تعيب على الاحزاب انها تلوج على الكرسي ولا على السلطه، لانه الحزب هو بالضروره يطمح الى السلطه باش ينجم يطبق برنامجه. لكن العلاقه ساعه هي ماهيش عضويه مع افيق تونس، احنا التقينا حول مشروع، انا كنت نظن اللي هو مشروع تلاقينا حقيقه حوله وفما قاسم مشترك بيناتنا، فما شق من افيق تونس ما نجمش يواصل في الانخراط في المشروع. مازال موجود شق هذا اليوم في أفيق تونس؟ لا لا ما ظهرليش اليوم أفيق تونس، معناها عنده فماش معناتها آراء كيف كنت اليوم في أفيق تونس؟ ما نتصورش، لأنه هو اليوم منسجم أفيق تونس ولكن عنده خيارات على شيء آخر، على تصورات أخرى. أنا حبيت نسألك لأمنة أنه قبل ما نعطيك ملاحظة، معناتها نعطي ملاحظة للجميع، هو أنه أفيق تونس معناتها يحيلنا وقت اللي تأسس يحيلنا على بيرسبكتيف اللي هو دي كونتستاتير دي بروغريسيست قوى يسارية تقدمية 73 لا أفيق 63 معناتها بدأوا من 63 حتى 68 بيرسبكتيفيست، وهما اللي ولوا من بعد معناتها مؤسسة منظمة ودخلوا الحبوسات إلى آخره، وكان فيهم اللي بروغريسيست بأشكالهم الكل بما فيهم القوميين والشيوعيين إلى آخره. ولكن يحدث أنه أفيق تونس نهار من نهارات لقيناه معناها الكومبوز افيك قوات نجم تقول رياكسيونير ولا محسوبة على الرجعية إلى آخره، وكذلك على منظومات ليبرالية يتفاوض معها، ما تقول نهضة نداء تونس اللي هما يشتركوا الاثنين في انهم ليبراليه اقتصاديه، ولكن زادا ما عنده واحد فيهم يقول حدث والاخر كذا. من ناحيه اخرى لاحظنا اللي افيق تونس من غير امنه منيف معناتها وكانه فقد الصواب. نقول امنه منيف مش وحدك، معناتها مجموعه، مثلا ما نلقاوش نسابر زي التو، ما نلقاوش دي بيرسوناليتي كاريزماتيك، نلقى وزير عند سي البيجي هو اللي مترأس الآن، ولكن ما وصلش ما فماش النضالية ولا المجهود ولا وكأنه حزب نخبة، هو فعلا حزب نخبة ماهوش أفيق تونس، ماهوش حزب جماهيري. دونك كيفاش تعلقنا على هذا؟ هل فقد صوابه أفيق تونس بغياب منيف؟ بعد الفاصل تجاوب على الكيستيون هذه، هنا راجعين في برنامج ركاب. هل فقد أفيق تونس صوابه كما قالت فاطمة كراي، على حد علم فاطمة كراي وعبارات فاطمة كراي، اسمع خذيتها من عباس، فقد الصواب مع غياب أمنة منيف عن أفيق تونس من 2011؟ الجواب عند أمنة منيف رئيس جمعية كلنا تونس. لا انا بون دابور ما نحددش افيق تونس معناها في علاقه بامنه منيف، وامنه منيف في علاقه بافيق تونس، هذول كل تجربه تاخذ وقتها
ومن بعد لازمنا نخرجوا منها ونتعديوا لحاجه اخرى. لكن قلت انت الايحاء بيرسبكتيف العام التونسي ايتترا هو ايحاء لغوي فقط، راه معناها عمره ما كان فما خلفيه في انه افيق تونس تكون عنده علاقه ببيرسبكتيف. اي لا سا سوفا كو نو ثم افيق تونس هو من المنطلق معناها كانت الفكره انهم براغماتيه وما فماش ايديولوجيا وما فماش، يمكن هذا زاد من الاشياء اللي خليني واشاعات وقتها ولا صور عن افيق تونس انها معناتها حزب البرجوازيه وهبطوا تصور على الفيسبوك وهذوما جماعه معناتها يخدموا مصالح طبقه معينه في المجتمع. هذا الكل راهو هذا تقال اي تقال وعلى برشا احزاب فما برشا حاجات قاعده تتقال، وهذا هذايا هو المخاض انه تولي فما حياه سياسيه حقيقه، لانه دو توت فاسون في لحد الساعه احنا ياسر سطحيين في قراءاتنا السياسيه وفي مواقفنا، وفما برشا انفعاليه وبرشا عواطف وبرشا رد فعل وتحليل آلي. لكن معناها الاحزاب السياسيه والتوجهات السياسيه والايديولوجيات والمرجعيات الفكريه معناها متعدى، ومن الطبيعي انه مجتمع متعدد ومتعددي ومختلف. وبربي نخرجوا من اللغه الخشبيه نتاع لازمناش نقسموا التوانسه، هي مش قضيه نقسموا التوانسه، الناس ماهمش كيف كيف، معناها احنا موزايك، اذا كان ما نكونوش فسيفساء نتاع خلفيات ونتاع افكار، الشيء الوحيد اللي نرفضوه هو العنف، لكن الاختلاف هو شيء ضروري في مجتمع يدعي الديمقراطيه، لكن احنا ما تربيناش على التعدديه. تربينا فرد قالب وفرد باش نسكروا قوس افيق تونس. نمشيو لموضوع اخر قبل ما نسكروه، تكهنات، هل افيق تونس سيتحالف مع السبسي ام سيتحالف مع المرزوقي في الدور الثاني؟ ايوا اعلن انه سيتحالف مع نيدي تونس، باش يدعو الى تصويت نيدي تونس. افيق تونس ما عنده حتى منفع انه يعطي اصوات للمرزوقي، لأن افيق تونس توا ككتلة نيابية هو يطمح إلى السلطة، دونك باش يتحالف ويتناقش مع الأحزاب اللي في يد السلطة. تشبه له زاد كيف كيف؟ لا تشبه له، النظر على أنها تشبه له، لكن اللي نجم يخوض معها تجربة السلطة. معناها القضية بالنسبة لي ماهيش قضية ماهيش كان قضية شكون خير ولا شكون مش خير، القضية هو أنه في حراك للسلطة. لكن أنا يظهر لي فما حاجه زاد مهمه ياسر، كما قلت لك قبيله ما لازمناش نقعدوا كان في القراءات السطحيه، معناها اليوم فما جزء من المجلس النيابي تحصل على المقاعد نتاعو باكبر البقايا، راهو معناها هذا يخلينا نركزوا وناكدوا على حاجه اللي الاحزاب السياسيه المجملها او اغلبها او حتى اللي عندها معناها ثقل بين ظفرين مازالت ما عندهاش العمق الاجتماعي والعمق الشعبي الكافي باش نسميوها احزاب جماهيريه. ثم بارتي دي كادر يقول لك معناتها كاو معناتها معناتها فيهم مش كان بارتي دي كادر. تشوف جبهه شعبيه، جبهه شعبيه سي با ان بارتي دو ماس، سي ان بارتي سي ان موفمون دو ماس، معناها هي جبهه متاصله معناتها في الشارع، ما تحصلتش على المقاعد نتاعها بال شو اسمه هو بالباي معناها نتاع المقعد، لكن باكبر البقايا. دونك اليوم مازال فما عمل كبير بالفواضل معناتها، لا ما نسماش كلمه هذه، لكن بالنظام معناتها البقايا بالنظام الانتخابي اللي موجود اليوم. اللي يهمني انا مش هذا، اللي يهمني هو انه الاحزاب السياسيه في حاجه اليوم باش تواصل عمل كبير ياسر باش تولي عندها حقيقه قواعد شعبيه. لكن ما تعتقدش اللي فما كواترو قاعدين يقدوا فيه لتونس الديمقراطيه، شكل الديمقراطيه في تونس على اساس انها تكون ديمقراطيه دو فساد، مي شويه معمقه شويه بركه، ما حاجتهمش باحزاب جماهيريه. اتوقع ما نعرفش شكونهم اللي ما حاجتهمش، لكن انا ما يهمنيش في اللي حاجتهم واللي ما حاجتهمش، انا نشاطرك الراي انه فما توجيه منذ مده انه يكون فما استقطاب ثنائي، انه تكون هالثنائيه تصنع يعني ليبراليه دو توت فاسون، وانه العمل انه ما يطلعش معناها تحرك او قوه سياسيه حقيقه تؤمن بقيم وتحمل فكر سياسي مغاير وجديد. لكن هذا معناها ما نجموا نلوموه كان على روحنا، لانه به فما شكون ما نعرفش شكون المجهول هذا ما يهمنيش، اللي يهمني هو انه فما نخب او ما تدعي انها نخب سياسيه ونخب فكريه في اللي خسرت
ولكن ما هيش قاعده هيكل. ليه هي مش كان خسرت، هي خسرت لانها ما هيكلتش، ما رجعتش ولا ما خلوهاش، لانه قاعدين نمروا بتجربه ومرحله تجربه ياسر بعيد على تجربه امريكا اللاتينيه. شوف معناها في حين امريكا اللاتينيه جات من الداخل ونبعت وطلعت وما تراش اللي فوتنا على على انفسنا كتوانسه مشوار كبير وفرصه كبيره. حاجه اخرى يا جماعه، قيس سعيد قال تصريح ليه معناتها تمت صناعه الناخب قبل الانتخابات، معناتها الناخب صناعه، معناتها ما حشتيش انا بتاصيل الحزب داخل القواعد الشعبيه نتاعو، معناتها ما حسيتيش انا باش نرسخ الحزب داخل اعماق تاع تونس. جزء من الناخب هو صناعه، راهو ديما المناضلين نتاع الاحزاب والمنخرطين في الاحزاب جزء قليل قدام الناس اللي تنتخب. هذا اللي كنا نحكيو فيه قبيله، لكن معناها في تفاعل مع اللي قلتو. المشكل ماهوش في الاخر، ما خلوهمش، شكون ما خلوهمش؟ هما مسؤولين كذلك، الناس مسؤوله على افعالها وعلى اعمالها ومسؤوله على ما كانش. قلت لك ما فوتناش زعما على انفسنا فرصه، فرص متعده. اولا فوتنا فرصه على اليسار التونسي اللي عمل زوز خيارات، خيار التشتت من شيرة خاطر كل واحد يحب روحه زعيم على زعامته مجموعه صغيره، ولكن جزء اخر من من اليسار التونسي ومن القوى الاجتماعية الديمقراطية الاجتماعية مشيت تحت مظلة الاتحاد من أجل تونس، اللي هي كانت عملية الجري وراء السهولة معناها. وفي الوقت هذاك ضيعت الروح متاحها والشخصية متاحها، والحزب الكبير اللي هو نداء تونس جاء وخليهم على قارعة الطريق في مرحلة قصيرة ياسر، اللي ما تخليهمش يعاودوا يبنيوا رواحهم للانتخابات. دونك يقولوا استعملهم نداء تونس، معناتها شوف هي اللباقة السياسية قالت لها نقولوا كاتسوتاب ليش استعملهم، لأنه كل ناشط سياسي أو ناشط في المجتمع المدني أو من يدعي أنه من النخبة السياسية ومن النخبة الوطنية مسؤول هو على اللي يصير له. استعملهم ما استعملهمش، هما اختاروا أنهم يمشيوا. أنا رالي المشهد نتاع اليسار التونسي هو اللي حتم على روحه الإضمحلال، أما قعد تحت دي بوتي تشابيل معناها كل واحد عنده مجموعة نتاعه ويدافع على جزيرة جزر مجموعة قبائل، والا مشى فيسا يجري تحت مظله اعتبرها هي القاطره اللي باش توصلوا للسلطه، لكن القاطره هي ما تخليلهاش تحت او ما تخليلهاش بشخصيته وبتغيير الفكر السياسي. انا نعتبر اللي الفشل الكبير للسياسيين في تونس من الثوره الى اليوم هو انهم لم يجددوا الفكر السياسي. فما الاسلام السياسي اللي جاء بايديولوجيته ومرجعيته وادبياته بالعمل بقواعده بالعمل الكبير نتاعو، وجاء ومثل تجديد في الحياه السياسيه، لانه بالنسبه للجماهير العريضه ما كانش معروف الاسلام السياسي. في المقابل القوى الديمقراطيه التقدميه الحداثيه بين ظفرين، لانه حتى موضوع الحداثه في العالم اللي بدا الحداثة قاعدة الآن تطرح تحت أشكال أخرى وتحت تحاليل أخرى، والمشروع الحديثي قاعد يتطور وفيه جدل وفيه نقاش، والفلاسفة وعلماء الاجتماع وعلماء الاقتصاد قاعدين يطرحوا في طريقة أخرى للتطرق للحداثة. احنا قعدنا في حداثة، علاش أنا أقول حداثة تاع الغنية، حداثة محافظة، هي حداثة تنظر إلى الوراء، مش حداثة متطرفة. احنا مش قضية تطرف، معناها هي حداثة من الماضي جاية. القوى الديمقراطية التقدمية لم تبني لمشروع لا حديثي ولا مجتمعي ولا اقتصادي ولا اجتماعي. وانتو اليوم أمن منيف بالتاريخ، فما معركة متاع ديمقراطية بين زوج مترشحين، يقول لك المرزوقي أنا ديمقراطي والسبسي يقول لك انا ممثل ديمقراطي، فمعركه على الديمقراطيه جاوبني عليها بعد شويه بعد الفاصل. امنه منيف هنا رجعي فاس مع امنه منيف رئيسه جمعيه كلنا تونس، مرحبا بك مره اخرى. اسم الجمعيه كلنا تونس، لكن اليوم كل واحد عنده تونس نتاعو، اليوم زوز مشاريع، زوز رؤى، زوز نحبش نقولها زوز شعوب شعبان، معناتها في تونس وحده. تعليق ابن منيف، انتم كلنا تونس، لكن كلنا تونس شعار يبدو مثالي شوي اوتوبيك اليوم في الحراك السياسي. لكن شعار مثالي، احنا وقت يقولوا كلنا تونس معناها انه احنا نتوجه
التوانسة مهما كانت مشاربهم وخياراتهم، احنا كي نقوموا بانشطه ولا نشتغلوا في مختلف مناطق من البلاد التونسيه، المنتفعين من الانشطه ولا اللي يجيو يحضروا فيهم ولا اللي يجيو يتفاعلوا مع فيهم، ما نسالوهمش انتم شكون، انتم شو تخموا، انتم من انا مرجعيه. لكن الواقع يقول غير ذلك امني منيف، نلقاو فما تقسيم اليوم للشارع التونسي. اسمع، انا نحب ناكد على حاجه. أي. مهم طبيعي انه مجتمع ما يكونش عنده لون واحد. ما فهمتش انا اللغه الخشبيه الجديده اللي قاعدين نحطوا فيها والفكر الواحد. راهو شوف مشكله البلاد هذيه انها قعدت سنين وسنين تعاني من الفكر الواحد الاوحد الاحد، فكر واحد يزم خمو الكل كيف كيف، واللي ما يخممش كيفنا هو خارج عسطر. انا نجم مانيش موافقه اللي ما يخممش كيفي، ومانيش موافقه العديد من الناس ما نخممش كيف وما يخموش كيفي، لكن لا نضربهم ولا نحبهم نحطهم في الحبوسات، نحب نطردهم من البلاد. ان الخصومه معاهم هي خصومه فكريه. انا نحاول نبلغ الفكر اللي نحملوه، التصور اللي نحملوه اكثر عدد ممكن من الناس، ونتمنى انه عدد اكبر عدد ممكن من الناس يتبنى التصور نتاعي والفكر نتاعي. طبيعي انت تحكي على تقسيم الناعم، انت تحكي على تقسيم الناعم في اكبر الديمقراطيات موجود التقسيم هذا، موجود معناتها مش تقسيم هذا تنوع بيبارتيز موجود هذا حتى في العالم. لكن اليوم التقسيم معه عنف، اليوم جماعه خرجوا للشارع فما تصريحات فيها عنف كبير. إيه واحد يقول لك طاغوت، الاخر يقول لك من صوت المرزوقي هما السلفيون والنهضويون وحتى الارهابيون، معناتها فما تقسيم بعنف. وعلى خاطر حتى العباد اللي أي. تقول اللي هي تمثل الديمقراطيه في الحقيقه عندهم تعامل سطحي وعندهم تعامل فيه مانيبيولاسيون، معناها توجيه لانه الغرض هو انتخابي وانتخابوي. دونك هذا السبب اللي يخلي مش غرض تاسيس، ماهوش غرض تاسيس وماهوش غرض التعامل مع الاخر. لكن شوف فما مشكل اخر كبير هو تحويل الوجهه على الاشياء الحقيقيه. احنا هذا رينا في الانتخابات الكل، راهو في انتخابات 2011 كنا باش نعملوا، معناها كانت انتخابات على اساس تاسيسيه ومجلس تاسيسي، شفنا الاحزاب مشاو في كل التوجهات ومعناها الحملات الانتخابيه حكوا على التالا والفقر وكذا، وفي نفس الوقت ركزت الحملة هذيك على قضية الهوية اللي هي في الحقيقة مش قضية الهوية المطروحة، هي قضية المشروع المجتمعي. ثم فرق كبير ياسر راهو بين طرح الهوية وطرح المشروع المجتمعي. ثم في التشريعية المرة هذه كيف مشينا في هكا الاستقطاب الثنائي، لكن معاه هو هكا الفوت يوتيل الانتخاب المفيد والأحزاب اللي معناها اضمحلت والعدد الكبير ياسر من المستقلين، وحاولنا الوجهة على الإشكال الحقيقي شنو المشروع نتاع الحكم، شنو مشروع الحكم، لانها معناها مرحله النيابيه هي مرحله حكم. دونك يلزمك تعطيني مشروع حكم دقيق اللي يتبع الحياه السياسيه في البلدان الاخرى اللي تتكلم عن ديمقراطيه. معنا مشروع تلاسل، مشروع تبادل شتايم وعموميات على الناس الكل، فما ما زالت سياسه الواجهه بوليتيك دو فاساد، معناتها ما فماش عمق. وتوا في الانتخابات الرئاسيه المرحله الاولى، معناتها الدوره الاولى من الانتخابات الرئاسيه كان فيها تعويم، لكن كيف عموميات ولكن شحنه العنف كانت نوعا ما اقل وتيره. وتوا فما قضية صلوحيات، خلي نتعاركوا على كل واحد يقدم حقيقة شنو باش يعمل حسب الصلوحيات، برنامج معناتها في المستقبل الجاي. احنا توا شو سمعنا تصريحات لزوز مترشحين في اليومين الاولين، توا قاعدين نتفرجوا في تلاسل ما بين اعضاء الحملات، معناها نتاع كل مترشح يضلي فيها كل واحد يشيطن في الاخر، ما شيطان يعني. كل واحد قاعد يوري للاخر اللي هو راهو ينجم يطلع اكثر في الموبيليزاسيون، معناها باش انت تقول عليا انا هكا وهكا، راهو انا نجم نفكر لكن في اللعبه هذيا معناها فما خطر بالنسبه ليا، بخلاف الخطر نتاع العنف ولا فما اختار انا الناس تبطل ما تصوتش برد مره. يعني اذا كان هما هالملاسنه هذه هو والتسخين هذايا طلعوا في السعادة السعد هو الهدف منه ننجيشوا اكثر عدد ممكن من الناس. انا نخاف انه بالعكس الناس تقول هذه اللعبه
وهذه لعبة معناها ما تهمناش احنا وما يسمعوش حاجة تخليهم يحبوا يمشيوا يشاركوا في الاقتراع نهار اللي باش يكون فما اقتراع. نقول لك عرك سريدك شنو دخلني فيها معناتها هذه انا ولا عرك تبابلية اي شكون من الطرفين حسب امن منيف يمكن يستمر او يستحسن معناتها هل الطريقة هذه في التنافس معناتها التجيش وانه الناس ما تمشيش تصوت اتسيتيرا شكون عنده يستفيد؟ اعتقد انه الرئيس المتخلي الرئيس المؤقت المتخلي معناها في استراتيجية انتخابية ذكية جدا راهو معناها لانه طريقة الخطاب نتاعو تخلي الناس المأدلجين أو الناس اللي حقيقة على معناها عايشين حالة خوف كبيرة من كما نصوروها لهم متاع تخول ورجوع إلى الوراء التخويف معناتها دونك هما اللي بضرورة باش يمشيوا ويصوتوا. ثم ما ننساوش أنه شريحة الناخبين متاع سيد مصف المرزوقي فيها جزء كبير ياسر من الشباب في حين انها السيد البيجي قايد سبسي هو معناها الناخبين نتاعو من الكهول وينتمي الى معناها اوساط معينه دونك والشباب هو يتفاعل اكثر مع نوع الخطاب هذا مع قضيه القطع مع قضيه هي المشكله كلها في الانتخابات ومشكل في الانتخابات في الحياه السياسيه المشكله كلها والشيء اللي يوجه حقيقه هو انه الانسان يكون قاطع المترشح قاطع والحزب السياسي بشخصيته يكون قاطع مع الاخرين ما كانش معناها وجه مع وجه مع وجه لكن ما يحركوا حد شيء ما يعنيوا حد شيء فالشباب والناس اللي تنتمي الى جهات قاعده برشا مهمشه الى جهات اليوم ما زالت تعيش في ازمات عركه بيلان عركه حصيله معناتها كل واحد منهم الاخر يقول لك منظومه سابقه الاخر يقول لك 3 سنين ما عمل شيء لتونس معناتها عركه بيلان عركه حصيله نتاع حكم لكن جات عركه حصيله نتاع حكم بالحق راهي كانت حاجه خارقه عقلنا فيها اكثر راهي كانت فيها عقلنا اكثر وانا اعتقد انه اذا كان نوصلوا الى معناها نقاش تلفزي ومناظرة تلفزية في اطار اخلاقيات وفي اطار مهنيه تنجم تصفي هذا الكل ونجم ندخل في اذا تدخل في بوتقه التهدئه سؤال اخير امنا منيف نحكيه وقت اللي الفن يكون في خدمه المواطن لا سيتويانتي هل الميتيساج بين الزوز هذوما سيتويانتي ولاخ نمشيو للناس للشارع بروكسيميتي نحكيو هنا كيفاش في كلنا تونس معناتها ادرتوا ليزاكسيون نتاعكم في المجال هذا في الجانب هذا شوف احنا وقت اللي انطلقنا في مشروع جمعيه كلنا تونس في العمل في جمعيه كلنا تونس كنا اول من قال اللي البلاد هذه في حاجه الى ثوره ثقافيه هو ماهوش مزج بين الفن والعمل الجمعياتي هو تصور كامل لي تغيير المفهوم الثقافي باش ما نكونش عندي الغرور اني نقول لي انا نعمل في ثوره ثقافيه وحدي انا سي لسعد بن عبد الله شدينا اي جوستو مش تسالوك على السيد لسعد بن عبد الله على ثوره ثقافيه وحده لكن هي معناها مساهمتنا في احداث هيك الفتيل اللي يخلي فما تغيير جذري في العقليه في التعامل مع الشان العام في التعامل ما بين المجتمع اما اكثر سنسيبيليزاسيون اللي توجهوها للسياسي والا لصانع القرار ام الى الشعب هي في الحقيقه موجهه للزوز لكن للاسف صانع القرار يسمحها اقل بيسر من المواطن احنا في كل المناطق اللي مشينا لهم وكل المواطنين اللي خدمنا معاهم وكل التظاهرات اللي عملناهم كان فما تجاوب كبير من المواطنين حتى من الشق اللي ما ننتميوش نفس الحاله الفكريه لانه انا معروفه ويعرفوا الناس شنو التوجه نتاعي لكن كي نمشي ونخدموا في الجهات نتعاملوا مع الناس الكل والناس الكل تتفاعل معنا ايجابيا لكن صاحب القرار بصوره عامه عايش في تصور عاجي في برج عاجي وفي تصوره هو للواقع وما يحبش يخرج من هيك التصور هذاك للواقع الى حد الساعه واحنا في مشروع كلنا حرفه وفي تظاهرات باش تقع ما بين 7 ديسمبر و7 فيفري في مناطق صعبه في المناطق الحدوديه من الشمال الغربي في معتمديات اللي توا صاير فيها الارهاب
نحضروا لتظاهرات كبرى، لكن فما حتى أظن صاغية على الأقل في مستوى السلطة المركزية. ولكن عملتوا حاجات اسمهم نفطة للشعر، دقة للمسرح، كلنا فيجة. معناتها هل زاكسيون هذوما اللي يفكرونا في حاجات معناتها ربما في الغرب تقع مش عندنا احنا، ونجحتوا فيها؟ احنا نعرفوا اللي انتم نجحتوا. نجحنا لانه في الحقيقه هو عمل ميداني متواصل، معناها ما مشيناش عملناهم دو فاسون بونكتويل. احنا خدمنا في الجهات هذه، عملنا دورات تكوينيه مع الشباب، كانت معاها التظاهرات هذه، فما انشطه اقتصاديه، فما تسلسل كامل نتاع عمل، فما طول نفس في العمل هذايا. جاوبكم شي سياسي يا جماعه، معش عنا برشا وقت راهو. سؤال اخير انت دكتوره في الراديولوجي، شخص تونس في كلمتين طبيا، كيفاه كان شخص تونس؟ مرض مزمن ان شاء الله نبراو منه. شكرا لك امنا منيف، رئيس جمعيه كلنا تونس. كابافان الكلمه ليك.